شوف، الا بغيتي نبقى انا وياك خوت، ولا تبقى انا باك انت ولدي، ما تفرش معايا في الماتش. طب انا عملت و... ايه؟ لا الا لا الماتش اللي داز ديال الرجاء مع انا ما عملت لك شي حاجه. لا لا درتي لي المشاكل، وكنا غادي نوليو غنخسرو ونخسرو حياتنا كلها. عرفتي الا بغيتي تكون زوين خليك هكا، خليك هكا دري اسكت قطع النفس. شوف تفرج، بغيت تفرج معايا قطع النفس، ما تهضر ما تكلم، ما تبقاش تنقص بحال اللي نقصتي ديك النهار. وما تمشيش للقهوه، راه نصحك ما تمشيش. طب اتفرج على فين؟ اما انا هنا راه غادي نرحمك، وهي تبقى تنقص بحال اللي كنتي كتنقص ديك النهار، راه ما غادي نرحمك. صافي ودابا خليك. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مخدم فيديو يا زوز. شوف انت خسر مغرب هي بلادي يا كمان، بلد مراتي وبلد بنتي، لكن انت بتضحكي عليا مسموما. تصدق عندهم فيك بقى مش هشيله. شفتوا الناس كده؟ ماليش دعوه. لا لا طيب. لا حيد له، حيد له. لا حيد له وشو؟ لا حيد له وجه احمد. ماشي يا زوز. ها؟ ابوك ضرب. والله ابوك. انا مغزوب عليك الصغير. البتاع دي احمرت او لا ما احمرتش. زرقت. ماشي يا زوز. اخباركم ايه؟ توحشتكم بزاف. احنا ما بننعس زي ما انتم شايفين. عشان كده احنا مأخرين عليكم في الفيديوهات. سؤال كتير بيجي لي في الكومنتات في الانستجرام في التيك توك وعلى اليوتيوب، هتشجع مين وانت مع مين؟ انا داخل اقول لكم دلوقتي انا هشجع مين. مش هطول عليكم في ان انا بقى افضل ارغي وبعد كده في الاخر اقول لكم هشجع مين. انا هجيبها لكم نيشان. انا بصراحه انا هشجع بلادي مصر، بلد الام. مغرب هي بلادي يا كمان، بلد مراتي وبلد بنتي، لكن انت بتضحكي عليا مسموما. لا واحد هقول لك على حاجه. انا لو جيت قلت لكم انا هشجع المغرب، يبقى انا ولا ليا خير في اهلي ولا في بلادي ولا فيكم. لا لا شوف، ولا فيكم. لا 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 اللي احنا عملناه دلوقتي انا والزوز، احنا بنهرج. لا لا احنا الزوز بيتعصب وانا بتعصب. يعني انا مثلا في الماتش ان شاء الله احنا هنشوفه مع بعض، والله 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 هي بس يعني لا قدر الله مصر خسرت، هتلاقي فيه شويه حزن او زعل، بس خلاص فرحت ان هي ما طلعتش بره المغرب. يعني يا رب المغرب تاخد الكاس او البطوله. نفس الكلام لا قدر الله المغرب خسرت، المهم انت ما طلعتش ما بيننا. ده اللي انا اللي انا عايزه ومحتاجه. انت بتحكي عليها مسموم. انت عارفه اش غادي يطرى؟ عارفه اش غادي يطرى؟ داكشي اللي طرنا في الماتش اللي فات عدو لنا هذا. انا نطلب منك طلب واحد. لا 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 هو استفز. لا مش استفزاز، انت ما شفتش مصريين بيشجعوا. استفزاز في القمه. وي انتم عندكم، احنا عندنا شكل كده غريب في التشجيع، غريب كيمرض. ولكن احنا ما كنتقبلوش داك، ما غصب عني يا زوز كان الفرح. انا غنتفرج معاكم، ما تطلعوا عليا حتى نسك. شوف بغيتي تفرج انا نطلع تفرج فيكم. كل واحد يتفرج فيكم بوحدي. صح. انت بوحدك وهو بوحدك. على اساس يعني لا قدر الله حصلت حاجه هو هيسيبني ما يطلع. لا واخا لا ما يطلع. لا السلك الدروج هيتشال يعني. شوف انا كنعرف القانون اللعبه، راه كاين فيه واحد رابح وواحد خاسر. حتى هو اللي ربح. ولكن ما بغيتش يكون ما بين هذا القانون اللي خاسر واللي رابح يكون واحد رقاص بيناتنا كيستفزني، هذاك هي اللي ما نقبلهاش. رقاص؟ يا خيتها زوز. داير لي واحدة ونص هنا. واحدة ونص. صافي غادي يتفرج. يا زوز. بلاتي صافي غادي يتفرقعوا. كي بغيتي غادي. شوف انت تفرجتي في ديال ماسر، كنت كان جالس كيشجع معاك ديال ماسر. وانا كنت بشجع في المغرب الناس. ده الناس صوروني وانا ما عرفش والله. انت كنتي كتفرج في ماسر وقفتي فوق اللحاف وبقيتي كتغوت ومدابز بوحدك وسطحتي في الارض وبوحدك. وتخيل حتى هو المغرب لعب راه نفس الشيء غير. هو بيشجع بلاده وانا بلادي. هو المغرب كان خاسر ولا ما نعرف داك الماركه وعلينا البيت، وانت بغيتي كتشطح كتستفزو هو. راه نفس الشيء كان واقع لك انت. انا شمت فيكم. لا ماشي شمتي فينا. لا الطريقه ديالك بالفرحه حيت ما ساعه برات. شوف اخويا رقصها على برا ما ترقصهاش حداك. رقصها ايه يا جدعان؟ فيها الكتوني في فرحه. لا ماشي في زعما فرحه. منين الى حنا ربحات بلادكم ما سد فمك وهبط وسير. ما تجيش عندنا افرح سايلنت يعني. سايلنت. وحنا دابا الدقه خاصه ولكن ان شاء الله ما نخسروش. غير ما تقول ان شاء الله. عرفتي اش غادي تدخل للطواليت وخوت اللي بغيتي نسد عليك الطواليت. انت الطواليت. لا الطواليت انا بغيتي تتفرج.
ماركينا عليكم سكوت ماركيتو عليكم سكوت يفرح بالقواعد فرح لداخل ماشي هو زند كينقز وحنا زندين حنا واحد المره نتوما ماركيتو علينا بابا كان معصب داير معصب بدا كينقز ليا داير ليا ديك التبرهيت وانا غنولي مرهوس بحالنا كنا غنوليو كاع مبرهيت حيت هو ديجا معصب من اللعابه لا لا انت جيتي عاوتاني بصح كره ما كسبت دار الشعور ديالي ولا غنضربك شي نتبا نتبا انا نفسي تشوفو دلوقتي نتبا بالشعر ونتبا هنا في الحياه حتى المنتخب لا والله الا حتى المنتخب ما تهضرش معاك انا ما عملتش حاجه ولا ماشي تفرج كي ما يقدرش ايوا ماشي انا ما عملتش شوف واحد القضيه كاين انا صغير البارح شنو درتي انا ما كنتش كنديها كاع قبل مني كنت خدام دابا مني تقاعد المنتخب هو اللي كيبان هو اللي مضيف معاه هذاك هو الضامه ديالي يعني كنلعب الضامه مع الكورونا يتبالى بيا انايا داكشي ما كيسكتش عليا الله خليها ولدي بغيتي تفرج الفوق من تماركيو علينا نسدو الباب وفرح من برا هو غنقض عند الجيران غوت مع راسك وتجي تما فرحك ولا بغيتي تفرج اللي بغيتي بغيتي يا الفوق يا التحت اللي بغيتي ولكن باش نتفرجوا كاملين شويه صعيب لا نبني صوت لا غير نقص شويه من الصوت ما تخوضش ما يقطعش دوك لي حاجه لا اراديه زوزي والله شوف البارح كي والبارح ملي كانت لعابه ما صرف وحدك طلعتي فوق الحاف ضربتي البوله نقصتي في الارض طحتي ضربتي الطبله ضربتي بوحدك انا مخبوط هنا خطا دخلتي في الطبله اللي كنا حاطين في المكان غير بوحدك وتقول تقول ساكنه عيشه قنديشه ولا هنا كيطعنا بالعظامه طب صافي اتفرج عليه في الشارع لا لا خليك تفرج عليه الشارع ما نمسحكش تمشي دير هكا وقع راه غادي الفرق نقلبوا عليك فرق كل المتغيبين غتحط راسك من الحيطه والله ما تروحش فين المغاربه كيبغيوكم ولكن والله عايز اقول لك على حاجه شوف واحد اللحظه تستنى المغاربه لا انا هقول لك على حاجه احلى كومنتات قريتها اليومين اللي فاتوا دي بعد ما مصر كسبت وعرفنا ان احنا هنلعب المغرب والله احلى كومنتات جات لي على اللي هو الناس بتتكلم طبعا اولى ان انت تشجع بلادك دي حاجه في معيتها طبعا يعني الناس فاهمه حاجه زي كده يعني كل واحد يشجع بلاده تاني حاجه لما بيقول لك والله لا قدر الله حاجه حصلت من المغرب ان هي ما خدتش البطوله هنفضل مع مصر المهم ما طلعتش ما بيننا انا شفت الكومنتات كذا مره غير هو الوحيد كاينين شي ناس اللي الكره كتجري في الدم ديالهم ومن كيكونوا خاسرين وانت كتضحك حيت الفريق ديالك رابح راه يقدر يضربك حتى هو بلا اراده ما يحسش حيت كان فعلا اللي ناس العشق ديالهم هي الكره بقول لك انا اروح اتفرج اتفرج على الماتش عند صاحبي في الكومسارية طب اتفرج عنده ويا ما تعتقلوك هيحبسني والله يتفدوا عليك وانت ما تهضر بس تفرج في صمت انا يابا الم حاجتي والم باليستي وراح اتفرج في السفاره ما تهدي زوين تعجي زوين راح اتفرج في السفاره صافي ها هتيجي تحدفني بالطول لا 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 غتمشي تماك ربحك مصر غادي يعلق لك السفير وسام ايوا ما خسرت مصر ما دخلناش غادي يعيطوا لك الزنا فيديو اعتقلوك يديوك يديوك الكوميدي عيطوا 19 البوليس الو الى ربحات مصر قال لك يعلقوك الوسام ما ربحاتش مصر عيطوا للزنا فيديو يديوك ينفع وسحبوا منك الباسبور كمان عطوها لبنتك وحيدوها ابا لقيت ايوا انت بغيتي تمشي تفرج دابا روح فين حتى بلاتي ياك عندك تلفزيون في الدار وتفرج اخويا انا نتفرج معاك لا ما خلاص شكون اللي بغى يمرني وبدا ينقز ليا فوق الطابله ونقز لي انا الله يتنهرس لي لكم مراوز لا طب بص هربط نفسي مش هتنقص واتفرج معاك غيرك الفم لا ما هو ده الوحيد اللي مش عارف غير حسام ودير هكا وقلت لي دير هكا دير هكا غير بغيت هضر وليت بغيت هضر دير هكا شوف ها لا دير هكا انت ذاك المره حالك ما تقدرش عاد دابا هذا لا ما تقدرش ذاك المره غير بوحدك لا لا بوحدك طيحتي الطوابل وطيحتي هذا اللهم قيس انت في المغرب كنت كتفرج وقلبتي المناضه انا قلبت الحاجه على الناس يعني الناس لو الناس الترابيزه اللي كانت ورايا في ماتش المغرب الاخير لو هم عارفيني او متابعيني اسمحوا لي اسمحوا لي بجد اصل انا عملت روينه انا كل شويه اقول له ده مني
لا ارادي يعني مع المغرب. علاش قلنا لك؟ علاش قلنا لك خويا ارتب واحد المراه حتى البارح الكيسه الحمد لله اللي كانوا خاويين كره جبتي لنا البراد ومشيتي. مش عايزين نشم حد فينا يعني عايزين او دي اللي داها فينا او هما كيربحوا ويديروا فلوس حنا كنموتوا بالغدا صافي. هذا في ايه اللي يربح في الكره كتبقى كره لعبه اللي يربح الله يسهل عليه وهما هي هي هو الكره بالنسبه لي عامله زي البحر غدار صافي اللي يربح لان حنا كنعطيو طبيعي وما كيديروا لان كتحس بهذاك اللعبه وكذا هذا دابا ماشي غير الطاعون ديال الخساره دابا الطاعون حتى بعض اللعابه كيديروا شي شي لعبه ما ما, ما كيلعبش مزيان وكنتحملوا داك داك التروب ديالو اللي دار وحنا ماشي في التيران باش نعرفوا كاين كيضر واخا حنا نقدروا الموقف ديالو لان حنا ما نقدروا دوك اللعابه لان بداك الموقف راه صعيب وكلشي متبعهم وكلشي كيبغي الا دار شي خطا خصنا نتحملوه ولكن احنا ما كنتحملوش واخا هو ضربو التيران ما كنتحملوش وانت عاد زيد لي انت عاد جيب لي انا لا كارت رود وتقبل لي انا بحال الاربيط ديال ديال غواتيمالا وبعد تنقص لي تما انا بحال تحيه كريوكا ما بقينا غير الرقص حنا نخسروا وبقى تنقص علينا خلاص هبقى طنبل بلاش احسن هبقى طنبل صافي شد راسك ودابا غادي تخرج برا ولا تفرج هنا لا ما يتفرجش انا هعمل نفسي ميت كده حلو ما ماشي تمي لاخر الاسبوع قمت ركنا بحال لا ما تقولش تجوج دخلتكم وجه الله ما تقولش تجوج الا كنتي غتجلسوا في الصمت لا غير يجلس غير نديروا لي السكوت ونصقوا مع الطابله يعني انا لو يعني ان شاء الله لما مصر تجيب جول انا ما والله ما يسكت لا والله ما يسكت لك والله ما يسكت لا انا تفرح البلاد تفرح ولكن ماشي عطيك تفرح البلاد استفزاز غير بوحدك افرح سايلنت ولا أه. انتم مربين قرد في دير فيبرو هما بيديروا لي دير فيبرو دير فيبرو هاك شوف ودير العجب اجيكم واحد الحاجه ما تعرفش الى 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 ماركيتو ولا شي حاجه طلع السطح تجري تطلع السطح وتخبط وتهبط اخوك انت في ايه وانا فيا ال واش راك كتبغي المنتخب راه بلاد وسي نورمال ما غيبغيش وانا يعني انا ما عنديش دم دابا حنا انت راجل عشان هو عشان براني ودفع عندي لا ما لعبش براني راه الدم يا جدعان يا انت قلتي ماشي براني ياك انت ولد البلاد انا ولد البلاد اي والله ولكن مصر دم ولد البلاد ولد الدار شوف انت ولد البلاد احترم ولاد البلاد وبنات البلاد اذا ما احترمتيهم غادي نترجموا هو قال لك هو كاع مسكين قال لك ما تخرجش تفرج خاف عليك انا نتفرج فين في الحمام لا حيت كنخزر برا برا والله بغيت ندير لا تمشي للحمام اللهم تشمكر تماك في الحمام ولا تخرج من هنا قهوه لا لا ما يمشيش القهوه القهوه يمشي لا يمشي غير الحمام يغوت ويخليني بغيتي تجلس معنا جلس حدايا انا باش الا شوف شوف انا نقول جلس ودير عقلك ما تبقاش تنقل يعني انا ما درتوش من ساعه ما من ساعه ما اتولدت دير عقلي دلوقتي ولكن احنا الى ماركينا عليكم ما احنا نغوتوا احنا عندنا الحق ايوا احنا في بلد بلادنا خصنا نغوتوا دلوقتي انا نور براني انا نغوتوا شوف بغيتي تغوت سير لمصر غوت تتبع وارجع للمغرب عاود هنا اسكت طياره مدينه طب الطياره وسير تماك الاهرام وطلع فوق الاهرام وبدا تخوت كيف ورجع بحال هكا هنا عساك وحنا حنا عندنا الحق نغوتو كيما بغينا بلادنا والمنتخب ديالنا انا خلي الناس هي اللي تكتب لي في الكومنتات يعني انا هحتاج منكم انت عندك الحق تغوت ولكن باحترام في القياس في القراب حنا في البلد شوف انا خليهم الناس هي اللي هترد عليك لا 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 شوف هنا غوت غوت ب 60 غوت جوا يعني احنا عندنا نوتوش عندنا نوتوش عندنا الطريق الثانوية سمع سمع والله الا وانا مجوجه مصري وبنتي مصريه انا معاك انا معاك ولكن المنتخب ولكن غتشوف باه ما يمكنش هو اللي جابني واش خديتيني انت حنا على وجه الالاف حنا على وجه الالاف غنخليوك دير شي شويه غنخليوك دير شي شويه تاع الغوات إيه يعني لا يعني عندك الحق في بيت واحد غوت في بيت واحد على اساس ان احنا فاتحين جمعيه وانا عطيتك الحق بيت واحد غوت فيه دير ما بغيتي ولكن زدت علينا البيت الثاني والثالث لا سكت لا ليه يا احنا باللعب ودابا حنا كندير لكم غير خاطر حنا غير قلت لك انا الا الا جبتي الثاني والثالث هاي ديرها لبابا لا لا ما درها لك هادي لا لا حاشا يا سيدي لي والله تحت لا حاشا هادي اللي درتيها لي في البيت اصلا بلا ما
الدراري لا ماركيتو البنت ثاني انت وليتي تكلموا على السن المصري ربحونا المهم الا درتو البنت ثاني هرب ما تبقاش حدا الدار شتي الا درتي البنت ثاني والله لا خير خرج طب سؤال لو انا لو احنا لا قدر الله كسبنا بعد شوف اذا مشات تات ماركه البنت الثاني ولا الثالث وداكشي غير سير الصفه لا هي فوره من الخمسه وطلب اللجوء السياسي انا غيطلب اللجوء يا فحتهم برك مسعود ولا ربحنا احنا مبارك مسعود بالضبط كده والفرحه هتبقى للجميع والله الفرحه هتبقى لنا هي بس اول نعدي اليوم بتاع الماتش ثاني يوم الف مبروك والدنيا حلوه ان شاء الله نعطيكم سلخه تمام بس هو سؤال بس سؤال هسال لا نعطينا سلخه لا احنا نعطيكم سلخه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما بحبش اتكلم في الحاجات دي هتخافوا من العيد بالذات اختي بالذات انا هخلي الناس بس قولوا لي يعني انا اتفرج فيه يعني النبي اكتبوا لي في الكومنت انا اتفرج فيه مع الزوز ولا في القهوه ولا بوحدي وبرده المكان اللي بوحدي ده برده فيه الزوز انا اروح فيه انا بغيتك تفرج بوحدك انت تكون في وسط داك البلاصه اللي غتفرج فيها كلشي مغاربه وانت بوحدك باش حتى لا ماركيتو لا ما تقدرش تغوت لان غير تغوت ياكلوك ومنيتي تفرج بوحدك وكل اللي حداك المغاربه وهذوك اللي حداك كيحماقوا على الكره غير تغوت غير تزوي والله تيطيروا امشي حدا تيجي في الشوكه يبقى جالس تماك وكلهم كيجيبوا فيه وشوف ما يقدرش يغوت احنا نشوفكم يوم الاحد نار والله عندنا كوشمار هاد الحد هنشوفكم يوم الاحد نشوف ايه وحظ موفق ان شاء الله لمصر او للمغرب ونشوفكم على خير والنبي قولوا لي اتفرج فين والنبي سلام عليكم امين سيدان